فماش القرعه مش موجوده جميع، لا ثم ناس ترشد، لا ثم وقايه، لا ثم حتى شيء. وكان توصل معناها تضرب بالكدا هنا ما عندهمش الوقايه الكافيه، فهمت كيف؟ لا ثم اللي يقول السبيطارات حاله حليله وسخوا وما حافظه، يوريك في وين يغسلوا يديهم، دي العباد ماهيش لاقي طرف ومو وما باش يغسلوا يديهم، كيفاش ويمشي للسبيطار شو يعمل؟ انا مره طحت على ساقي مشيت للسبيطار، العجب ريتو، العجب في شرنيكو، نقول لك العجب العجب ريتو. كان السبان والكفر والوسخ والفصمات بالدم والماء مبزع والمحاضرات لا يوريه، كيفاش تقول لي انت كان جات الكورونا رانا كنا باش الحمد لله يا ربي. الفدان يستنى فينا ولا الزلاز. بالحق خاطر السبيطارات، السبيطارات كان الكلينيك يلزمك تخلص الفاتوره ويحسبوا لك الكيلين الكيل بكيلي، كان السبيطار الكشه والنشه والعزرق من سيدو الطبيب يمكن يوسع باله وكل تمسح وتسيق والفرملاي يبداو يكشوا فيك ونشوا كلب ما يعملوهش هكاك، شنو تقول لي انت؟ ها؟ اللي باش يمرض يشد دويرته ويقعد يقرا في القران كان ربي براه براه كما براهش يسلموا علي، اما باش يمشي هذا للسبيطار هذه ينسيها جمله، خاطر انا في حياتي مشيت للسبيطار. حياتي 17 سنه تحت وهني لتوا نعاني بساقي، جافي 17 وقتها. في المكتب نقرب بجديد تحت وما داوونيش في سبيطار عزيز عثمان، حتى لين عاودت هاني لتوا عمري 70 سنه وعاودت نفس الحكايه ومشيت لسبيطار شريكول بهدلوا بحالي وروحت وخلص خلص 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 هذيك اش نعرف خلص خلص يا ولدي هاني مش مقوم خلص ليه والكشه والنشه ومبليه. مخده ما فماش، اخطاء ما فماش، ترقد منك الجريه يا بنتي باش نقول له شو نقول؟ يجيبوا الماكلة للكلاب ما تاكلهاش مش العباد، سامحني سامحني. أنا واحدة من الناس كان نمرض والله العظيم نقعد في الدار كذا مش دواء ناخذه، أما باش نمشي للسبيطار لا يا بنتي ما نمشيش، خاطر مشيت للسبيطار وشفت الكلاب تتعامل خير من البشر صدقني. ما حتى جريات بنيتي هاك تشوف انا بطنا من المترو، ما حتى نمشي للفارماسي هاك الوحدات قالك ما فماش ستر الله وكاو التوانسه ربي معانا، انا كبير كان واحد حتى هكا ولا ستر الله ربي معانا بنيتي ما فماش هاك تشوف وين وزاره الصحه ما خبيت حتى جريات معناتها للتوانسه. النهار مشيت للفارماسي على الوحدات قالت لي ب 9000 وتعمل لها نهار وتلوح، ربي معانا ربي يسترنا احنا تونس باهين ربي ان شاء الله معانا يا ربي معانا قدرة الله لا باس تجينا حويجة باللطف، خاطر ديما التونسي يقول صافا الحمد لله في باب الظروف تسمع كان الحمد لله وذاك علاش ربي لاطف بينا ربي يسترنا، ما هو ما فما لا كيران ولا المتروات وما فما حتى شيء وزارة الصحة ما عامل هكا يتكلموا كيك خد الفارماسي قالت لي 9000 فرنك الواحدة نار وتلوح. ما شفتش وزارة الصحة خذت تعليمات حضرت تعليمات بالوقايه من الكورونا في المتروات والكيران وال خاصه المتروات والكيران، ما فماش حتى تعليمات صارت للموضوع هذايا، ونداء للسلطات الجهويه والمحليه والصحه العموميه باش ينظروا للموضوع هذايا نظره باهيه.